ان شاء الله يا شباب هنتكلم عن الجزء الخاص بالميجر مينتس. احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالمطر، خدنا فيه الكلاسيفيكيشن اوف مطر، تعرفنا على الكلاسيفيكيشن، وخدنا الجزء الخاص بالفيزيكال والكيميكال والاكستنسيف اند انتنسيف. هندخل في الجزء الخاص بالميجر مينتس القياسات. كله ركز معانا هنا. بقول لي بدايه، بقول لي ان عندي حاسبه انترناشونال سيستم اوف يونتس اللي هو الاس اي سيستم انترناشونال يونتس، النظام الدولي للوحدات العالميه. عامة الـ SI units تقسم إلى قسمين مهمين عشان محدش يتوه مني، جزئين: إما basic SI units، يعني basic يعني وحدة أساسية وهم 7 وحدات يتم حفظهم، و SI derived units يعني وحدة مشتقة. الوحدة المشتقة دي يا شباب تم اشتقاقها من الـ basic، وهنفهم ازاي دلوقتي. هنبدأ الأول ناخد البيزك. يبقى تاني الـ SI units system international units تقسم إلى قسمين: basic و driver. البيزك وحدات أساسية. إيه هما الوحدات الأساسية في الاختبار؟ أنا عندي 7 وحدات لازم أحفظهم: إن اللينس وحدة قياس متر، الطول، الماس الكتلة وحدة قياس كيلوجرام، التايم سكند، الإلكتريكال كارنت أمبير، تمبريتشر كلفن، amount of substance مول، المنيوس انتنسي الشدة الضوئية كانديلا سي دي. يبقى دول يا شباب 7 وحدات حفظ. طيب نتكلم بقى عن الـ SI Derived Units، الوحدات المشتقة. هناخد الشائع والموجود معانا في الشابتر. فالوحدة المشتقة يا إما بتكون على صورة بسط ومقام أو صورة تربيع أو تكعيب. زي يا شباب أول حاجة لو جبنا المتر ده متر تربيع، فهنا هناخد الـ SI Derived Unit الوحدة، لكن هنا الـ Quantity الكمية. يعني يا شباب ده وحدة لكن ده كوانتيتي كمية، يعني ده المتر يقيس ايه؟ اللينس. فاللينس كوانتيتي، اما المتر يكون يونت. فاللي بيقيس المتر تربيع هو الاريا. الاريا وحده قياسها ايه؟ متر تربيع، لان الاريا تربيع للطول، يعني اللينس تربيع. فانا هشيل ال واحط ايه؟ متر مربع، فتصير السكويريك متر الساي درايف يونت فور اريا. طيب الفوليوم الحجم، تكعيب للطول، فهشيل ال L واحط M تكعيب، صار ال M تكعيب اللي هو الكيوبيك متر الساي درايف ايه؟ يونت فور فوليوم. خلاص نبدا بعد كده يا شباب ناخد ان عندنا السبيد السرعه. السرعه بتساوي المسافه على الزمن، فالمسافه تقاس بالمتر والزمن بالثانيه. اذا المتر على الثانيه الساي درايف يونت فور سبيد. طيب ايضا كله ركز معايا كده، اروح هنا الدنسيتي الكثافه تقاس بالايه؟ بالماس بير يونت فوليوم. الماس كيلو جرام والحجم متر مكعب، صار الكيلو جرام على المتر المكعب صار اس اي درايف يونت فور ايه؟ دينستي. اخر حاجه عندنا ايضا الاكسلريشن التسارع بيساوي السبيد على التايم، فالسبيد تقاس بالمتر، وهنا على المتر على الثانيه، وهنا متر وهنا ثانيه، فتصير متر على الثانيه تربيع SI Derived Unit for A Acceleration التسارع. أيضا آخر شيء خالص مطالبين مننا نعرفه إن الفورس بتساوي الماس ضرب الأكسلريشن. طب الفورس وحده قياسها إيه؟ النيوتن. إذا نيوتن SI Derived Unit for Force. خلاص يبقى كده يا شباب الخطوة دي إحنا خلصنا منها. إن نيجي في الاختبار نقول طب النيوتن ده بيكافي إيه؟ شوف كده نرجع، النيوتن هو SI Derived Unit for Force، طب هو بيكافي إيه؟ الماس وحده قياسها إيه؟ كيلو جرام ضرب الاكسليشن متر على الثانية تربيع. لو حبيت ابسطها صارت كيلو جرام في المتر، والثانية تربيع تطلع بثانية سالب 2. يبقى صار ان النيوتن بيكافئ كيلو جرام في متر في ثانية سالب 2. خلاص يا شباب دي الوحدات المشتقة. فيجي في الاختبار يقول لي which one of the following is SI derived unit، هختار مثلا متر تربيع للاريا، متر تكعيب للفوليوم، اختار متر على الثانيه للسبيد، اختار كيلوجرام على المتر المكعب للدنسيتي، الاكسلريشن متر على الثانيه تربيع، النيوتن فور ايه؟ فورس. ايضا في بعض الوحدات زي الباسكال فور بريشرز، كام ده كله بس احنا هنتكلم عشان اللي في الشابتر. اما البيزك الاساسيه هم 7 وحدات: متر، كيلوجرام، سكند، امبير، كيلفين، مول. طيب هنشوف سؤال عليها ونرجع نستكمل الشابتر. هنا يوم بيقول لي which one of the following is an SI derived. اتفقنا في basic وفي derived، فهو بيقول لي اللي derived يبقى اللي derived تربيع تكعيب بسط ومقام
ماشي، او واحده مش موجوده من ال7 وحدات. فهنا بقول لي الدرايف يتحدد، فانا هختار الكيوبيك متر فور فوليوم، ده هيكون ايه الدرايف، ده الاجابه الصحيحه. اما جرام في امبير لتر فور تنستني خطا، هي كانت التنستني بالكيلو جرام على المتر المكعب. طب ما الجرام لكل لتر ده بسميها كومن يونتس، واحده شائعه بنستخدمها في المعمل وكده، اما العالميه اما بيسك او درايفين. خلاص ما دام في بسط ومقام صارت درايف. طيب والبيزك معروف كل حافظهم. طب جرام فور ماس خطأ، ده الكيلو جرام فور ماس ويكون ايه بيزك. خلاص الميل بير اور خطأ، هي السبيد بالمتر على الثانية وتكون درايف. الكلفن فور تمبريتشر ده بيزك. خلاص فهمنا كيف السؤال بيجي على الجزئية دي. نبدأ بقى نستكمل الايه الشابتر. هنا شباب هنتكلم عن حاجة اسمها بريفيكسز. بصوا يا شباب البريفيكسز يعني سابقة أو بادئة، بتستخدم البريفيكسز دي للتحويلات بتوين السعر يونتس، أو سواء كانت الوحدات العالمية البيزك أو الدرايفين. طب يعني بريفيكس؟ بص يا شباب أنا عندي المتر، المتر كيونت واحدة ممكن يسبق بسنتيمتر، ممكن يسبق بكيلو متر، ممكن يسبق بمليمتر، ممكن يسبق بمايكرومتر. خلاص فالسنتي والكيلو والمتر والمايكرو دول بسميهم بريفيكس، يعني سابقة أو بادئة بتسبق الوحدة، بتستخدم في عملية التحويلات. طبعا يا شباب أنا هشرحها في فيديو توضيحي إزاي نستخدم عملية التحويل، لأن أنا هقسم البريفيكس دايما إلى الأكبر والأصغر. الأكبر يا شباب لحد هنا اللي بيكون فيها الأس موجب، زي تيرة 10^12، الجيجا 10^9، الميجا 10^6، الكيلو 10^3. فدول يا شباب ان شاء الله نوضحها في فيديو توضيحي في عملية التحويل، بس ان شاء الله هتفهموها، هو دي اسهل طريقة في التحويل. ففي بعض التحويلات انا بستخدم فيها الآلة وتوفر عليا جهد، في بعض التحويلات احنا هنستخدمها بالطريقة اللي احنا هنشوفها في الفيديو، في بعض التحويلات احنا بنستخدمها ايضا بطريقة الايه الكونفرسيشن فاكتور عامل التحويل، وده هنشوفها كلها في فيديو توضيحي يوضح عملية التحويل، وان شاء الله يكون سهل وجزء بسيط، وان شاء الله وسهل مرة.